فضيلة الشيخ، عند عرف الناس انه مكتبة المسجد من المسجد الملاصقة للمسجد، فهل هذا يجوز الاعتكاف فيها؟ اذا كان سور المسجد قد احاط بها وهي مقتطعة منه فهي منه، اما اذا كان لم يحط بها السور فليس من المسجد. وينبني على ذلك اذا قلنا انه من المسجد انه يجوز الاعتكاف فيها، وانه اذا دخلها فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وانه لا يجلس فيها وهو جنوب الا بوضوء، وان الحائض لا تمكث فيها. هل استطيع ان ادخلها لاخذ كتاب و الاستفادة منه بطلب العلم؟ اين يمكن ولو كنت جنوبا، لانك ما والله يقول ولا جنوبا الا عبد سبيل. جزاك الله خير. نعم.